السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم فارس. اليوم جبنا لكم فيديو جديد. في هذا الفيديو على واش حنتكلموا على المسلسل الجديد اللي عرضته نتفليكس اللي اسمه المسيح. قدام دي انا تحدث على نهاية العالم، تتحدث ايضا على المسيح المخلص لهداية الناس في اخر الزمان، وكاين مسيح اخر اللي هو المسيح الدجال اللي يعمل على تضليلهم، ويقول لك كثير من البشر راح يتبعوه. لكن السينمائيون يشوفوا كعمل فني يصلح كفيلم او مسلسل درامي. تتصوروا ان نتفليكس راح تضيع هذه الفرصة؟ غير انسى. الاسبوع اللي فات نزلت اول حلقه من هذا المسلسل، بحيث يظهر فيها الشاب يصنع المعجزات ويجمع الاتباع ويتنقل في جميع انحاء العالم، خاصه في الشرق الاوسط. وهذا هو. He's come out of nowhere and we don't know who he is. What do we know about him? He's leading desperate people. So this is a cult? We don't know who he's associated with. He could be creating an army. Or he could be leading them to their death. What are you doing in Syria? Delivering a message. A message from whom? My father. And who is your father? Who's lost it? What do you mean? He just disappears. No one just disappears. We all witnessed a miracle. He saved my daughter's life. You need to see this. I'm okay. Bury it for as long as you can. He didn't just click his heels and end up here. He clearly had help. You get around Syria, Israel, Texas. It's the nature of my work. And what is that work? God's work. Who do you think he is? You didn't see what I saw. And if I did, would I be calling him the second coming? والمسلسل اسمه المسيح رجل المعجزات. يمثل فيه الممثل البلجيكي من اصول تونسيه مهدي ذهبي، ويجمع فيه جيش باش يسيطر على العالم. في رايكم شكون راح يتصدر؟ بالتاكيد ضابطان CIA لتمثل دورها ميشيل موناها. والمسلسل أثار الجدل حتى قبل بثه وبعد أول إعلان ترويجي له، بين من قال أن هذا هو المسيح والنصف الآخر قال أنها المسيح الدجال. ونتفليكس صورت معظم أجزائه في الأردن، بينما الهيئة الملكية الأردنية اعترضت على بث هذا المسلسل لمشتركي الشبكة في الأردن لأسباب يعني قانونية ودينية. يعني نقول لكم صح على بالنا بأن هذا المسلسل مسلسل خيالي، لكن لازم ما نتغاضوش على الشيء لأنه يسيء للدين تاعنا. أنا يعني نعتقد أنه داخلي في هذا الموضوع. ونتفليكس تجاهلت كل الاعتراضات والتعليقات، هي غضب قولوا لي ورانا رايحين بها. واحد واش قالهم ان هذا المسلسل يعرضوا فيه المسيح الدجال كرجل شيعي يقود السوريين والفلسطينيين بدون طعام، ويعرض فيهم يعني بالكلمات العربيه وايات من القران الكريم. وزيد من فوق CIA هي اللي تراقب فيه. وعلى بالكم بلي نتفليكس تعتمد على كسر المحرمات باش تجيب المشاهدات، وهذا كامل باش تشغل الفارغ اللي خلاه الاعلام تاعنا المشغول بالصراعات. وبطلة المسلسل ميشيل موناهان على بالكم واش قالت؟ قالت انه هذا المسلسل لا ينتمي لحتى ديانه، والشخصيه الرئيسيه ما اعترفتش باللي هي المسيح. يعني راكم تشوفين اغبياء لدرجه اسم المسلسل مكتوب قد راسهم المسيح. واش قال الثاني؟ ما يثير الاهتمام حول قصه هذا المسلسل هو انه كل شخصيه تبحث على شيء ما، البعض يبحث على الحقيقه والبعض الاخر يبحث على الحريه الجسديه. يا سلام واش قالت؟ الحريه الجسديه، شتو ورانا رايحين؟ شتو ورانا رايحين درك؟ والفيديو الدعائم ضاع عليه حوالي شهرين ووصل 5 مليون مشاهده. بالكم تقولوا لي 5 مليون مشاهده ما هي والو بالنسبه للتريلر تاع مسلسل في نتفليكس؟ يعني باش تعرف بلي 5 مليون كامل تابعوه. لكن بعض من اللي شافوا هذا المسلسل دشنوا عريضه الكترونيه وقع عليها حوالي 5000 شخص. انا يعني كنصيحه ليك، اذا راك مشترك في نتفليكس روح الغي الاشتراك واحذف التطبيق. وانتم ثاني اعطيوا لي رايكم تحت في التعليقات لاني دائما نقراها كلها. المهم وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى عجبكم المقطع. ما تنساش تنزل تضغط لايك تشترك في القناه اذا كنت ماكش مشترك، واذا كنت مشترك ما تنساش تفعل جرس التنبيه تنشر فيديو في كل باصه. وكان معكم فارس، سلام.